بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وبقدرتك تجعل الصعب إذا شئت سهلا. أهلا بك في المؤتمر السنوي للتخطيط وإدارة المشروعات العام الرابع. أشكر كل القائمين عليه. المؤتمر ده السنة اللي فاتت حقق نجاح جميل، وناس كتير استفادت منه وأنا استفدت منه كتير جدا، وكانت فرصة إن أنا أتعلم من أساتذتي. والسنة دي برضو فيها سنة حلوة، أنا منتظر إن أنا أتابعها وأسمعها إن شاء الله. مش هفوت ولا محاضرة في المؤتمر بإذن الله. النهارده هنتكلم عن البيم وإدارة المشروعات، إزاي هنستخدم البيم في إن احنا ندير المشروع. طيب، تعريف بالمحاضر: عمر سليم، كاتب في بيم أرابيا، محب لمجال البيم. النقط اللي احنا هنتكلم فيها النهارده: إيه هو البيم؟ فوائد البيم. إيه هو البروجكت كنترول؟ إيه الفوائد اللي هنستفادها في البروجكت كنترول لو احنا استخدمنا البيم؟ ايه هو البيم؟ لو دخلت على الانترنت هتلاقي الاف التعريفات. تقريبا ما فيش حد شغال في المجال غير لما عمل التعريف الخاص بيه، لان البيم كبير فكل واحد بيبص له من الزاويه بتاعته. يعني المعماري بيبص له من زاويه، الانشاء بيبص له من زاويه، الام اي بي بيبص له من زاويه، المالك بيبص له من زاويه، المقاول بيبص له من زاويه. فكل واحد بيبص من الزاويه اللي هو هيستفاد منها في مجال البيم. وممكن نقول بس تعريف بسيط كده، يعني اللي هو تمثيل لخواص المبنى بحيث ان تبقى موجوده، بحيث ان انا اقدر اتحكم في المشروع. اي معلومه عاوزها اقدر اوصل لها اثناء التنفيذ، اثناء البناء وتنفيذ المشروع، وبعد ما البناء بيخلص وبشغل المبنى بقدر استفاد من المعلومات دي طوال حياه المنشاه. فهو مفيد جدا، او ممكن نقول يعني نحاول نقولها بالبلدي بحيث يوصل المعلومه للناس كلها، اللي هو ان انا هعمل موديل يكون فيه كل المعلومات اللي انا محتاجها. موديل ثلاثي الابعاد، لازم يكون ثلاثي الابعاد، وبعد كده ببدا اضيف على البعد الرابع والخامس والسادس، بحيث ان هو مش مجرد ثلاثي الابعاد وخلاص. لا، ده لازم يبقى فيه المعلومات، لازم يكون اساسي فيه ان انا اقدر اعمل سيلكت على كل عنصر فيه، اعرف المعلومات بتاعته. يعني لو انا عملت كليك راح عمل لي سيلكت على المبنى كله، ده ما يبقاش كده موديل، تمام؟ مهما كان السوفت وير المعمول بيه، احنا ما بنتكلمش في سوفت وير. بس لو جيت عملت سيلكت على الموديل فجي معايا كتله واحده، ده مش بيم. لازم يكون اقدر اعمل سيلكت على الحائط، على الباب، على الشباك، على اي حاجه يجيب لي المعلومات اللي انا محتاجها عن العنصر دوت. ولازم يكون التعديلات بتحصل مع بعض، يعني لما اعدل في البلان اوتوماتيك تعدل في السكشن، لان هو مش كل فيو منفصل بذاته، مش ثنائي الابعاد، لا ده هو كله مرتبط ببعضه، بحيث ان انا لما اعدل في البلان اتعدل في السكشن اتعدل في السكادول كده، يبقى بنتكلم في البيم. تمام، خلينا نشوف اختصاره: بيلدينج انفورميشن موديلنج. دلوقتي بقت بيلدينج انفورميشن مانجمنت، اداره معلومات المبنى او اداره معلومات المنشاه، لان هو مش مجرد موديل، لا ده احنا الموضوع بقى اكبر من كده كتير، ان انا ازاي استخدم المعلومات بتاعه المبنى في اداره المبنى نفسه. السلام عليكم. النهارده هنتكلم على تقنيه البيم، بيلدينج انفورميشن موديلنج. ودي تقنيه بدات تحل محل الكاد، اللي هي كمبيوتر ايد ديزاينر او كمبيوتر ايد درافتسمان. التقنية دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم ان احنا هنعمل نموذج كامل للمبنى. اختصارها بيم، بيلدينج انفورميشن موديلنج. بيلدينج اي ان احنا بنتكلم على مباني، ما ينفعش ان احنا نرسم اي حاجة في الكاد. كنت ممكن ترسم عصفورة، ورقة شجر، ترسم ملابس، اي حاجة تقدر ترسمها في الكاد، انما هنا لا، انت بترسم مباني. بيلدينج احنا بنتكلم على الاسم وعلى الفعل. الاسم اللي هو المبنى نفسه قائم بذاته بعد ما خلص المبنى، والفيرب الفعل اللي هي فعل البنى، تمام؟ فحتى لما بتخلص بنى المبنى بيستخدم البيم في ادارته. طيب، بيلدينج احنا كنا بنتكلم على كل ما يبنيه الانسان، وليس فقط العماير والفلل، لا، الطرق، المدن، السك، الحديد، المحطات، كل ما يبنيه الانسان من حوالينا ونسكن حواليه وبنحتك بيه، هو ده اللي بيتعلق بتقنيه البيم. انفورميشن معلومات، انا ما بعملش مبنى ثلاثي الابعاد شكله حلو وخلاص، لازم احط فيه معلومات، لازم لما اعمل سيلكت او تحديد لاي عنصر اعرف معلومات كتير عنه من خلال الخصائص بتاعته.
موديلنج انا بعمل موديل للبيلدنج انفورميشن او للبيانات بتاعت المشروع، بخليها ثلاثيه الابعاد ورباعيه الابعاد وخماسيه الابعاد وسداسيه الابعاد. شوف انت بتعرف تعد لحد كام. وحديثا بدات الام دي تبقى مانجمنت اداره، فبقيت ادير معلومات المشروع من خلال تقنيه البيم. طيب نقدر نعرفها بتعريفات كتير جدا، تقريبا كل شخص احتك بالتقنيه عرفها تعريف خاص بيه هو، بس ممكن نعرفها اختصار بسيط. ان دي تقنيه تعتمد تصميم عناصر المبنى المختلفه لا كاشكال هندسيه ثنائيه الابعاد او ثلاثيه الابعاد فقط، بل كعناصر لها خصائصها الفيزيائيه والميكانيكيه والكهربائيه، مما يسمح لنا بالتحول السريع بين التصميم والمحاكاه من جهه وبين النتائج الهندسيه ومخططات التنفيذ من جهه اخرى. وبالتالي فان هذه التقنيه تجمع بين برامج الكاد اي الرسم الحاسوبي وبين برامج المحاكاه وبرامج التحليل والتصميم في اطار واحد، وهذا يمنح المهندس سهوله في العمل وسرعه في اتمامه. كما تتيح البرامج التي تعمل وفقا لهذه التقنية سهولة نقل النماذج والتصاميم بين أكثر من برنامج بما يعرف بالورك فلو. هذا وتغطي نمذجة معلومات المباني الهندسية والعلاقات الفراغية وتحليل الضوء والمعلومات الجغرافية وكميات وخصائص مكونات المبنى، كما أن دورة حياة المبنى بكاملها يمكن تمثيلها بطريقة النمذجة المعلوماتية بما في ذلك من عمليات بناء وتشغيل المنشأة. كذلك تعمل هذه الطريقة من النمذجة على تسهيل العديد من المهام مثل استخراج وتصنيف الكميات والمواصفات للمواد المستخدمة. ويمكن أيضا العمل بشكل جزئي لكل شخص في فريق العمل كتوزيع مهام تنسيق الموقع والمباني والفرش الداخلي على أشخاص مختلفين، ويعمل كل على حدة في نفس النموذج المركزي. ليه البيم؟ أول حاجة الحصر الدقيق للمواد، وذلك قبل بدء البناء وعند عمل التعديل في التصميم يتم التحديث في الحصر تلقائي. حل مشكلة التواصل بين أطراف التصميم من مهندس معماري وإنشائي وإلكتروميكانيكال وأي مشارك في عملية التصميم والتنفيذ. فهذه البرامج سهلت الإلمام بتفاصيل المشروع من قبل الجميع ومشاركة التعديلات المختلفة فيما بينهم لتلافي أي تعارض قد يتسبب في مشاكل أو أخطاء في التنفيذ. أيضا في التصميم بشكل جيد للعميل، فتصل إليه الصورة النهائية للمبنى ويدرك تفاصيله جيدا بدون أن يضطر إلى دراسة رسومات معمارية أو إنشائية قد لا يفهمها، وبالتالي يستطيع إبداء رأيه والتعديل على التصميم الذي لا تقارن تكلفة التعديل عليه بتكلفة التعديل على مبنى منفذ. الانسجام بين المساقط والقطاعات، وكانت هذه مشكلة أزلية، ويعمل تعديل في إحدى اللوحات ولزوم عمله في جميع اللوحات الأخرى. أما الآن المشروع كله في ملف واحد متكامل، يظهر التعديل تلقائيا في كل الرسومات عند عمله في أي واحدة منهم. المباني المبتكرة كانت تعاني من مشكلة عدم وجود مرجع أو مباني سابقة يمكن القياس عليها، بالتالي يمكن حدوث مشاكل غير متوقعة نتيجة الوزن أو العوامل الطبيعية غير المحسوب حسابها. أما الآن فنمذجة معلومات البناء توفر كل أنواع المحاكاة لتدارك المشكلة قبل وقوعها. كثيرا ما كان يحدث أن يتوقف العمل بسبب انتظار استلام الخامات أو أن يتم استيراد خامات ومواد قبل وقت احتياجها، فتحتاج تكلفة إضافية لتخزينها. برامج إدارة الوقت والتكلفة ساعدت على حل هذه المشاكل. تكلفة التعديل وكانت تقدر بخمس تكلفة المشروع لأن التعديل يتم كله على الحاسوب. مشكلة عدم الانتهاء في الوقت المحدد نتيجة اكتشاف المشاكل داخل الموقع، فكان يتم مد فترة المشروع أكثر من مرة. عند التطبيق الصحيح لنمذجة معلومات البناء يتم اكتشاف المشكلات وحلها مبكرا أثناء العمل على التصميم. اختلاف ما تم بناؤه عن التصميم الأصلي نتيجة العمل في الموقع، مما يضطر المهندسين لعمل لوح مختلفة أزبلت بعد انتهاء العمل. حاليا ما يتم تصميمه هو ما سيتم تنفيذه. وجود معلومات مطابقة للواقع يمكن استخدامها في إدارة مرافق المبنى وعمل صيانة لها. كل هذا جعلنا نتجه إلى البيم بقوة، ونتمنى أن يتجه لها الجميع لتوفير المواد الخام الذي يحتاجها الأجيال القادمة. خلينا نفكر البيم دوت عامل زي لعبة الليجو، بس لعبة ذكية فيها كل المعلومات اللي انت محتاجها، يعني كل عنصر بتحطه في كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها ومفيش قطع ناقصة، وانت بتجرب على الكمبيوتر، فلو في اي مشكله تقدر تحلها اثناء اللعب على الكمبيوتر مش اثناء التنفيذ بتلاقي فيه مشكله. هي دي الفرق بين تقنيه البيم وتقنيه الكيت، ان العناصر بتاعت البيم عناصر ذكيه جدا، عناصر متفاعله مع بعض. يعني مثلا في الكاد في البلوك وفي ديناميك بلوك، الديناميك بلوك اذكى بكتير من البلوك وتقدر تحط فيه كذا حاجه، ممكن تحط كذا باب بكذا مقاس، بس الباب ده مش بيتفاعل مع الحائط لان الحائط عباره عن خطين، فهو مش فاهم ايه الخطين دول.
انما هنا لا، هو فاهم ان ده حائط وله خواص معينه، فاوتوماتيك اول ما بيتحط عليه بيبدا يفتح فيه اوبننج. فالتكنولوجيا بتاعته جميله جدا، بتوفر علينا وقت وبتعمل شغل كويس جدا، بتبقى حاسس ان انت شغال في العالم الحقيقي وبتبقى مستمتع. يعني في ناس كتيره مثلا تقول احنا عايزين نشتغل معاك بدون مقابل، بس المهم ان احنا نبدا ندخل في التقنيه ديت، لان بيحس بمتعه وهو شغال. تمام، يعني انا نفسي ببقى مستمتع وانا شغال بتقنيه البيم، لان الواحد بيحس ان هو بيعمل حاجه كويسه جدا. ولو كل حاجه حطيتها مظبوطه وخلصت اللعبه مظبوطه، يبقى انت كده عملت الموديل مظبوط، ما دام مفيش اي بلوك زياده ولا ناقصه. تخيل البلوكات ديت فيها كل المعلومات، فالدوكيومنت بدل ما انت عمال كل ما حاجه تقف قدامك تلاقي الملفات عندك كده، وتروح لمدام عنايات ولا مدام فتكات تقول لها في الورقه وتقعد تدور عليه. لا، هو كل حاجه بتعمل اللي عليها سيلكت، يقول لك الخصائص بتاعتها كلها ايه، وهتيجي امتى، وهنستلمها امتى، والخواص بتاعتها ايه. كل الخواص اللي انت عايزها ممكن تكتبها في العنصر نفسه، فده بيسهل لي ان انا اقدر احصر على المعلومه. خلاص ما بقاش في ان انا تايه ومش عارف. لا، هو بيفيد في اداره المشروعات، لان المدير بيبقى محتاج ان هو يحصل على المعلومه. اول ما تعمل سيلكت للعمود دوت، هتعرف كل المعلومات الموجوده في الملف دوت، هتلاقيها موجوده. فده بيبقى كانك انت قاعد في شغل حقيقي، وبتقدر تجيب التكلفة الحقيقية، أو تقدر تقيم التكلفة، وتقدر تشوف أي معلومة أنت عايزها. ممكن مثلا الحاجة دي تشوف تدوس عليها تشوف صورة للشغل الحقيقي عامل ازاي. ليه البيم مهم؟ طبعا كل واحد ليه وجهة نظر، ولقينا رؤساء دول كبار جدا اتكلموا عن موضوع البيم. لقينا المينستر اوف كابينت اوفيس في بريطانيا بيتكلم عنه، وبيقول ان البيم لازم الحكومه تدعمه، وهي فعلا دعمته بقى اجباري من ابريل 2016، وده بيفيد جدا في تنظيم المواد الخام، تنظيم المواد هتيجي امتى للمشروع. الحاجات اللي احنا محتاجينها ما بنسهلش اكتر من اللازم، لان الزياده دوت مش حقنا، ده حق الاجيال القادمه. يعني الاجيال القادمه لحق علينا ان احنا ما نستهلكش موارد اكتر من احنا محتاجينها، ولا ناخد قروض هما اللي سددوها. فده لازم نكون مراعينه في الموضوع دوت. واعتماد البيم هينقل نقله حلوه لبريطانيا، بحيث انها تقدر توفر خامات وتبقى كويسه، وتقدر تقود العالم نحو البيم. تمام، ففي ناس كتيرة مهتمة بالبيم، وفي دول كبيرة جدا، ويعني من أكتر الدول اهتمام بالبيم بريطانيا والدول الإسكندنافية و سنغافورة استراليا. وفي فرص كتيرة جدا للي يدخل في مجال البيم بسرعة، إن هو يلاقي فرصة في الأماكن دي. لأن اللي حصل إن في عجز في البلاد ديت، في الناس اللي فاهمة بيم، فبيبقى قدامك فرصة. تمام، قدامك فرصة ان انت تسافر هناك. تعال نشوف الفيلم دوت عن فوائد البيم. بسم الله، النهاردة هنتكلم عن فوائد البيم. البيم ليه فوائد متعددة، وكل واحد بيشتغل على البيم بيلاقي بعض الفوائد اكثر من الاخرى مفيدة ليه. على سبيل المثال، المعماري بيلاقي ان هو بيركز على التصميم بدلا من الرسم، اخذ قراءات صحيحة ومباشرة عن المساحات وتقسيمها من النموذج، إدارة فعالة للمشروع بحكم إن المعماري هو صاحب فكرة المشروع وهو المسؤول عنه أمام الإدارة في الشركات التي تعمل بشكل صحي، سهولة أخذ قطاعات من النموذج ثلاثي الأبعاد. الإنشائي والمدني، أخذ النموذج بشكل صحيح، عناصر الجملة الإنشائية المطلوبة فقط دون الغوص والتفكير الصرمدي في فهم النموذج وإعادة العمل عليه ليصبح بالصيغة التي يرغب. إمكانية تحليل النموذج ضمن برنامجه الذي يعمل عليه بكل راحة، ومن ثم إعادة النموذج مع التعديلات إلى المشروع الأساسي على مخدم البيم سيرفر، ليتم فيما بعد متابعة العمل عليه مع التنبيه للتعديلات الحاصلة لباقي الطاقم الهندسي ذو الاختصاصات المكملة والمتعددة. احتساب مباشر للكميات التي تتعلق بالمساحة والحجوم، وفي بعض السيناريوهات يمكن احتساب حتى أطوال وأقطار قضبان التسليح واستخراج جداول الكميات مباشرة من النموذج دون العودة إلى اللوحات المختلفة كالمعمارية والصحية والكهربية والميكانيكية. بالنسبة للكهرباء والميكانيكا والصحي،
ميكانيكال اند الكتريكال اند بلامينج في اغلب سيناريوهات العمل يكون لدى الخبراء من العاملين بالمجال الهندسي كمهندس الام اي بي خبره مسبقه في حاجه المبنى لاقطار الكابلات واماكن نفاذها كما الحال للحجوم الضغطات والسحب المستخدمه في التكييف والتبريد، وكذلك الامر بالنسبه للانابيب المياه العذبه والمياه المالحه الى اخره. وانما ما يلزم هو معرفه ان تمديد هذه الضغطات والكابلات والانابيب هل ستعرض او يعترض احد العناصر الانشائيه او اللا انشائيه مثل الأسقف المستعارة وغيرها مما سيتم تركيبه في المبنى بشكل لاحق. يستفيد أساتذة الـ MEB بمعرفة الحجوم التي سيقومون بتدفئتها وتكييفها بشكل مسبق. تمديد يظهر مكان الترايز التي سيتم تمديد الكابلات عليها. الأسقف المستعارة تمثيل كامل لدارات التكييف المركزي الـ Air Duct مع عمل ما يسمى بالـ Collision Detection لبيان إذا كان هناك أي اعتراض على العناصر الإنشائية المثبتة حاليًا. معاينة المشروع بشكل كامل بعد تركيب كافة الأنظمة بما يسمح بمعاينة سلامة التصميم الأصلي وديمومته أو عدم تحقيق ذلك. إمكانية نقل النموذج إلى البرمجيات الأخرى التي يعمل بها الطاقم الهندسي لمزيد من التحليل ومطابقة المواصفات. فوائد البيم بالنسبة للمتعهد أو المقاول أو الكونتراكتور: معرفة المواصفات المطلوبة منه تنفيذها على أرض الواقع، معرفة ما يلزم بشكل صحيح ودقيق من مواد بناء ومستلزمات أخرى، صقلات ورافعات إلى ما هنالك من العدد لإتمام بناء المنشأة، كشف تقدير مبدئي صحيح لأتعاب الأيدي العاملة، جرد صحيح للمستودعات وما يلزم من الإحضارات لورشة العمل، الربط مع الجدول الزمني للتنفيذ وإعطاء تقارير أفضل للمهندسين، فيدباك عن حسن سير العمل في الموقع. فوائد البيم للعاملين بالعقارات: تختلف ثقافة العمل بالعقارات من بلد لأخرى باختلاف البيئة العاملة وطبيعة العميل وطبيعة العقار نفسه إضافة للموقع، ولكن يشترك أغلب العاملين بالمكاتب العقارية بقواسم مشتركة محددة يمكن البيم أن يسهم بها بشكل أو آخر. يساعد البيم في تقديم عمر صحيح للمنشأة وما تحتويه من مواصفات يمكن أن ترغب العميل في شرائه، بيانات كاملة عن الموقع والمساحة وحتى الحجوم إن لازم الأمر، إمكانية تقديم المخطط بشكل جاهز للزبون الذي يريد معرفة كل شيء عن العقار الذي يريد شراؤه، إمكانية توسعة البيانات المشمولة في نظام البيم لتشمل بيانات الفرز العقاري المرتبط بالعقار والمالكين وانتقال الملكية والإشكاليات المترتبة عليه إن وجدت. فوائد البيم للعاملين بإدارة المنشأة فاسيلتي مانجمنت: عادة تعمل الشركات المرتبطة بإدارة المنشآت مع أصحاب تلك المنشآت وفق عقود سنوية للصيانة لجميع ما يتعلق بتلك المنشأة، ومن هنا يكون نظام البيم أساسي جدا مما يتلائم مع طبيعة عمل إدارة المنشأة. يوجد هناك ملحقات خاصة ببرمجيات البيم تقوم بأخذ معلومات النموذج بشكل كامل ومن ثم تضيف معلومات خاصة بالعاملين بإدارة المنشأة لربطها مع الزمن. على سبيل المثال هو من أكثر البرمجيات شيوعا في بريطانيا RCFM والذي يعمل بشكل مباشر مع الانترنت حيث يقوم باخذ رقم العقار بعد الحصول على الموديل الخاص به من برنامج الاركيكاد ومن ثم يتم وضع العناصر التي يحصل عليها وغالبا ما تكون مشمولة بعقد الصيانة ضمن جداول زمنية يتم متابعتها مع عناصر قسم الصيانة بشكل مباشر ليتم الاصلاح بشكل دوري وفق لساعات عمل محددة لتلك العناصر او لمجرد تسجيل الاهلاك عند حدوث مشكلة في سجل لمعرفة ما تم تبديله خلال فترة ما والذي هو حاليا يتم من قبل المحاسب الذي للأسف ليس لديه خبرة هندسية أصيلة في مجال عمل تلك القطعة. فوائد البيم للمصنعين: لقد غدى عنصر المكتبة الخاصة بالبيم أوبجكت هو بديل عن الصورة التي كنا نراها في كتالوجات أيام الثمانينيات وما قبل، فالآن وضمن برامجيات البيم يتم العمل على تقديم عنصر جاهز من قبل المصنع ليقوم المصمم باختيار هذا العنصر بمواصفاته الصحيحة بدلا من الطريقة الشعبية السائدة والتي يقوم المصمم فيها بوضع بلوك عامة لأي قطعة فرش ومن ثم تأتي المشاكل تباعا عندما تبين أن القطعة التي وضعها كانت من أجل تزيين المسقط بطريقة جميلة، بينما على أرض الواقع سيكون هناك أبعاد أخرى لقطعة العميل التي سوف يختارها العميل لاحقا للأسف. فعمليا يقوم المصنع بوضع جميع الموديلات التي يقوم بصناعها على يد بيم اوبجكتس ضمن الموقع الخاص به او ارسالها بالوسائل المتاحه في ايامنا هذه الايميل او الدروب بوكس الى المهندس والذي يقوم بدوره بوضع العناصر كما هي، واعني بكلمه كما هي الابعاد والسعر واسم المصنع وتاريخ التصنيع وتكلفه الشحن الا ما هنالك من معلومات يجب لكل مهندس العلم بها مع تحضير اجوبه شفيه للزبون وعدم ترك ذلك للحظة العمل الاخيره.
بعد ما تعرفنا على فوائد البيم من وجهة نظر أكثر من فئة، خلينا نبص كده على الصورة ديت. ده صورة لسيكشن ثلاثي الأبعاد. أنت تعتقد ده لو هتعمل بالكاد أو بالماكس هياخد وقت قد إيه؟ بفرض إن أنت عامل فعلا معاك البيانات ومعاك كل حاجة، بس محتاج إن أنت تعمل سيكشن ثلاثي الأبعاد ده عشان توريه للعميل أو توريه لأي حد. ده بيتعمل في البيم بضغط زرار واحدة، تمام، لأن هو عنده كل المعلومات، لأن التقنية مختلفة. التقنية مش لوح مفصل عن بعض أو لوح ثلاثية الأبعاد مفصل عن بعض، لأ، ده هو كله مرتبط ببعض وفي معلومات قيمة هو بيستفاد منها. ففي أي وقت عايز تاخد أي سيكشن بيعملها في ثانية، عنده المعلومات وعنده السيكشن ده موجود في أي مكان بالظبط، فبيقدر يجيب لي المعلومات دي. زائد ان هو عنده معلومات اصلا، لو انا عملت سيلكت على اي عنصر يقدر يقول لي الماتيريال دي، يقدر يقول لي الضغط ده ماشي فيه قد ايه، كميه هواء قد ايه، البايب دي ماشي فيه قد ايه ميه، سرعه الميه قد ايه، الميول بتاعتها. فبيديني معلومات رهيبه جدا اللي انا محتاجها لاداره المشروع. تمام. بتلاقي ساعات كتيره في البروجكت كنترول معلومات كتيره جدا، فانت محتاج تنظمها، فهنا البيم هينظمها لك بطريقه قويه جدا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. ايه هو البروجكت كنترول؟ ببساطه جدا هو مزيج من المعلومات، من عدد من العلوم ومن الفنون، بتستخدم مع بعض عشان تنظم عمليات المشروع، وعشان تنظم الانفرا وركس، وعشان تقدر تتحكم في كل حاجه في المشروع، بالذات لما يكون مشروع كبير ومعقد وفي تفاصيل كتيره. و عوامل نجاح المشروع، ان انا اقول ان المشروع ده نجح او فشل لا قدر الله، ان انت بتقدر تتحكم في الوقت والتكلفة والكواليتي. لازم التكلفة ما تبقاش اكتر من الحاجة المحددة، وما تاخدش وقت اكتر من لازم، وما تعملش كواليتي اقل من المطلوب. لو انت قدرت تحقق المعادلة ديت يبقى انت كده عملت مشروع نجح. لو جينا نبص على البروجكت كنترولز بنلاقي ان هو جواه حاجات كتير جدا، تمام، بنلاقي ان هو البروجكت سكوب مانجمنت، بنلاقي البروجكت كوست، بنلاقي البروجكت سكادول، بنلاقي ريسورس بلان، بنلاقي الكواليتي كنترول، بنلاقي البلانس تشينج مانجمنت، الكونستراكشن، بنلاقي الستيك هولدر مانجمنت، كنترول مانجمنت. طيب البيم احطه مع انهي واحده من دول؟ احطه هنا مع الريسك مانجمنت ولا مع الكنترول ولا مع التكنيكال؟ في الواقع ان البيم ما بيسيبش حاجه ما بتدخلش فيها، يعني البيم موجود هنا وهنا 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 وهنا، تمام. يعني البيم هيساعدني في ان انا اتحكم في كل عناصر المشروع وفي كل مراحل المشروع. يعني البيم بيبدا معايا من الاول خالص لحد ما هنهي المشروع واسلمه، واثناء التشغيل وبعد ما احب اهدم بحتاجه ان انا اجيبه واعمل عليه سيموليشن، اشوف واناليز، اشوف المبنى ده هيتهد ازاي وحاجات زي كده. وبيدخل معايا في كل عناصر المشروع، يعني في البروجكت ريسورس الاقيه، في الكنترول مانجمنت الاقيه، في الستيك هولدر مانجمنت الاقيه، في البروجكت كوست استيميتنج الاقيه. قبل ما ابدا المشروع هو بيقول لي تكلفه المشروع هتبقى قد ايه. وخلينا نقول ان البيم ده حاجه كبيره جدا، وبيتكون من عمليات، وبتكلم بيتكون من بوليسي، وبيتكون من سياسات، بيتكون من اشخاص، يعني قصه كبيره جدا. بس هو هنا علاقته مع البروجكت كنترول ان هو أداة لتحقيق إدارة المشروع، تمام. حتى لو بتوع البيم زعلوا مننا ما زعلوش، بس هي الفكرة كلها فعلا إن هو هستخدمه عشان أعرف أدير المشروع. هو بالنسبة لي هنا كمدير للمشروع هو أداة إزاي أقدر أسيطر على المشروع وأحقق النجاح، وإن أنا أقلل التكلفة وأقلل الوقت وأزود الكواليتي، يبقى أنا هحقق معادلات ما اتحققتش قبل كده باستخدام التكنولوجيا البيم. طيب خلينا نشوف في طريقة التواصل العادية الحقيقية اللي احنا مرينا بيها طبعا، ويعني وكلنا عشنا المشاكل ديت، ان ما فيش حاجة اسمها طرفين بيشتغلوا في المشروع. لا، في اطراف كتيرة بيشتغلوا في المشروع، في ديزاين تيم، في كونستراكشن تيم، في الاونر تيم، في طبعا معماري وانشائي وكهروميكانيكال، في عناصر كتيرة جدا، في سبلايرز. اللي بيحصل ان ممكن واحد يبعت معلومه للاخر وما توصلش للتاني، يعني هو طريقه التواصل العاديه، لا اما ايميلات، لا اما بيبعت العربيه معاها مثلا اللوح، لا اما بيحصل ان المعلومه بتوصل لحد وما توصلش لحد تاني، فتلاقي المعلومه ناقصه، تمام.
انا ساعتها بشغل مع حد والاقي مثلا ايه واحد معدي بيقول لي معلش انا ما عنديش طبعه في الموقع اطبع لي دول، لما كنت في المكتب فاني فابص الاقي لوح مش موجود عندي. طب انت ازاي ما وصلتليش؟ يعني ما عرفتها صدفه حصلت معايا. ففي نوع من عدم التواصل، فده لازم نلاقي له حل. يعني الاوجد البيم ان كان في مشاكل كتيره موجوده في الطريقه العاديه، فالناس لقت ان التكنولوجيا دي بتوفر لها حلول قويه. وانا فاكر دكتور هاني عمر لما كنت بتكلم معاه فذكر ان هو لقى تقريبا 36 مشكله حقيقيه وكلهم قدر يحلهم من خلال البيم. يعني المشاكل اللي كانت موجوده قدر يحلها ويقضي عليها من خلال البيم، من خلال التنفيذ الصحيح للبيم، لان لو استخدمته غلط اكيد يعني هيبوظ لك الشغل وممكن يقفلك الشركه. تمام؟ لان انت مثلا ماضي عقد انت تسلم بيم وما سلمتلهمش بيم فعليك حاجات، فلازم يبقى خطوه خطوه. هنتكلم في الموضوع ده ان شاء الله. طيب ايه المشكله؟ لا ان كل واحد بيفكر مع نفسه وكل واحد بيبعت معلومه لحد ما بيبعتهاش لحد تاني. ففي ناس ساعات بتتحايل على الموضوع ده انها اي حاجه اي معلومه كبيره صغيره يروح بعتها لكله، تكون انت مثلا سبلاير بتاع الواجهه وتلاقي حاجات جايه لك في كهروميكانيكال مالكش دعوه بيها خالص. فالموضوع فعلا كان صعب جدا لما تصحى الصبح تلاقي 100 ايميل وانت عايز معلومه بس مش عارف المعلومه دي في انهي ايميل فيهم، دي بتبقى معاناه. تمام؟ البيم كولابريشن، كل عند موديل والمعلومات كلها، انت اللي بيحتاج معلومه بيقدر يخد يعني الدوكيومنتيشن بيلاقي كل حاجه في الانالايز، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها بتلاقيها في قلب الموديل. تمام؟ سواء مثلا عايز 4 دي 5 دي الفابريكيشن، فكل واحد بيقدر ياخد المعلومه اللي هو عايزها. الكهروميكانيكال بياخد المعلومات اللي هو عايزها، المعماري بياخد المعلومات اللي هو عايزها، المهتم بالكوست والتكلفه بياخد المعلومات اللي هو عايزها من بدايه المشروع. واحنا لسه بنفكر بنبدا واحده واحده كونسبت ديتيل ديزاين انالايز، فكل الفوائد هنلاقيها من خلال البيم. مفيش مرحله بتفلت مني او بقول لا انا مش هستخدم البيم في المرحله ديت، هستخدمها المرحله الجايه. معانا في كل المراحل من اول من فكره لحد ما نوصل لاخر. طيب خلينا نقارن بين الكاد والبيم. الكاد كمبيوتر اي ديزاين، والبيم بيلدينج انفورميشن موديلنج. ده شكل الكاد وده شكل البيم. البيم ما اقدر اخد برضه منه نفس الشكل دوت، هو في العادي بيبقى 2 دي، ممكن يبقى 3 دي، هنا 2 دي و 3 دي و 4 دي و 5 دي و 6 دي الى ما لا نهايه، بيسموها ان دي. تمام؟ لان في ناس وصلت لل 12 و 13 و 14، السيفتي والفاسيلتي مانجمنت والجرين بيلدينج السستينابيلتي. هنا عناصر ثنائيه الابعاد دامب جرافيكس، هنا انتليجنت اوبجكت عناصر متفاعله معاك وذكيه. هنا عباره انت بترسم خط ارك سيركل، هنا بترسم وولز ويندوز فلور روف، فهنا العناصر كلها فاهمه بعض وشغاله مع بعض كويس. الكاد انت بترسم الواجهه، بترسم السكادول. السكادول بتبدا انت تقعد تحصر، تاخد لك مثلا ساعتين ثلاثه تحصر حاجه معينه وتكتبها، ولو حصل تعديل بتعيد الحصر تاني او تضربه، اعرف ناس بتضرب. هنا عندك البيم بروجكت تبدا تاخد منه البلان، تاخد منه 3 دي، تقدر مجرد ضغط زر تحصل معلومات، اي تعديل بيتعدل في كل مره واحده. الطريقة الطبيعية في التواصل وطريقة البيم في التواصل. الطريقة الطبيعية في التواصل ان العناصر كلها كل واحد فيهم بيبعت ايميل للناس تانية، فممكن توصل لواحد بتصورش حد تاني، دي مشكلة. هنا لا بقى الموضوع كله في موديل موجود وكلنا بيبقى لنا اكسس. لما واحد يقول لي لا انا مش هدي اكسس غير الفريق بتاعي والناس التانية مش هتعرف تحصل حاجة، يبقى ده كده انت مش بتطبق البيم. لما واحد بيعمل وحدة بيم في الشركة ويقول لهم انتوا اعملوا موديل هيستلم في اخر مشروع بس منفصلين عن قسم الحصر ومنفصلين عن قسم كذا وقسم كذا، ده مش بيطبق البيم. في ناس كده يقول لك انا هعمل مشروع وفي شركة كده هقول لها تعمل لي البيم بحيث في اخر مشروع تبعت لي موديل بيم جاهز. طب ما كده انت مش بتطبق البيم، كده انت مش استفاد. او بيعمل بيم وما فيش حد بيستفاد منه في قلب الموقع، كده احنا مش بنطبق البيم. طيب خلينا نبدا نشوف اهم حاجه في البروجكت كنترول. واول ما جينا نقرا في البي ام بي اصطدمنا بيها، واللي هي الدبليو بي اس او الورك بريك داون استراكشر، هو ان انا عشان اسيطر على المشروع ببدا اقسمه لاجزاء. المشروع بقسمه الاريا، بقسمه سب اريا، ببدا اقسمه بحيث ان انا اوصل لاصغر حاجه اقدر اقسمها. تمام؟ طيب هل الموضوع ده ممكن يتم من خلال الكاد؟ لا صعب جدا، صعب جدا، لان انت مش تقدر تعمل سيلكت على خطين وتقول له ده موجود في ليفل كذا في الاوبجكت في الاكتيفيتي في السب اريا في الاريا،
مش هتقدر تديله الرقم او المعلومه ديت، مش هقدر اعمل سيلكت على مستطيل واقول له المستطيل ده عباره عن كولوم او عمود وياخد ده موجود في اني ليفل. يعني ما شوفش حد يقدر يعملها في الكيد، تمام؟ ان انت تعمل سيلكت على حاجه وتدي له بارامتر معين بحيث ان هو يظهر، انما في البيم ده موجود. وخلي بالك احنا ما ذكرناش اسامي البرامج خالص، ومش هنذكر اسامي البرامج خالص ان شاء الله الا لو سهوا، لان البيم فلسفه وتقنيه وليس سوفت وير. سوفت وير ده جزء من جزء من جزء، يعني هو جزء من التكنولوجي اللي موجوده في قلب البيم، بس البيم هو عباره عن عمليات وبوليسي وتكنولوجي. فهو يعني السوفت وير ده جزء بسيط بما فيه كل البرامج اللي موجوده تحتيه، وايا كان الشركات هي جزء، تمام؟ طيب البيم بيفيدني ان انا ممكن اعمل سيلكت على الحائط واقول له ده هياخد رقم كذا، الرقم ده نفس الرقم اللي واخده في البروموفيرا او الام اس بروجكت اللي هو بيحدد لي ان ده في انهي اوبريشن، في انهي اوبجكت، في انهي اكتيفيتي، في انهي فرنجمنت، في انهي سب اريا، في انهي اريا، في انهي بروجكت. فبعرف كل المعلومات اللي انا عايزها بمجرد ما اعمل سيلكت على العنصر دوت. فده فادني ان انا قدرت اسيطر على المشروع، قدرت اعرف كل معلومه في اي وقت، عايز اعرف اي معلومه عن اي حاجه سيلكت، ممكن اعمل فلتر، ممكن اعمل اي حاجه بحيث ان انا ممكن اعمل اقول له ايزوليت، الغي لي اي حاجه ما عدا العناصر اللي موجوده في الاكتيفيتي ديت. فده بيفيدني كتير جدا جدا في الواقع العملي ان انا بقدر اسيطر على المشروع. بيفيدني اكتر في موضوع التعاون او في موضوع مشاركه المعلومات او في موضوع ان كل الناس اللي عندها صلاحيات توصل لل 3 دي موديل بتقدر تتعاون، وتقدر تقول مثلا ده في حاجه معينه عايزها، ما فيش حاجه اسمها معلومه ناقصه، ما فيش حاجه اسمها معلومه بيجي لي متاخر، المشاكل دي خلاص اتحلت، بقى السايت مانجر بيقدر يوصل للموضوع، الالكتريكال الاونر، الجنرال كونتراكت، السب كونتراكت، كله بيقدر يوصل المشروع، وبنقدر نتعاون نحو الهدف. طيب في الطريقه التقليديه في التواصل كان بيبقى عندي مشاكل كتيره، كان كل واحد بيبقى شغال لوحده، ففي واحد بيسال سؤال بيقول انا عندي مشكله في كذا، عندي مشكله في كذا، انا مش قادر اوصل على حاجه معينه، المعلومات دي رقمها كام، لينك انفورميشن انتو ماي موديل فور كومبليت بيم هاندفر. ديزاين تيم حتى لو هو شغال ببرامج البيم بس هو ما عندوش تكنولوجيا او ما مش فاهم تكنولوجيا البيم، برضو عنده بعض المشاكل. لو احنا طبقنا البيم صح هنلاقي نفس الناس اللي هي دوكيمنت كنترول والار اف اي والورك فلو والكوميشن والسب ميتال والهاند اوفر، كل الحاجات دي موجوده، تمام؟ بس بطريقه التواصل اسرع وانضف، بمعنى ان بقى هو حاجه موجوده في النص، وكل المعلومات اللي انت عايزها بتقدر تاخدها من الموديل ده على طول. اي معلومه انت عايزها بتلاقيها في تنظيم للمعلومات، بتلاقي اوبن بيم، اي اف سي، كوبي، ناتيف موديل داتا، تقدر توصل لها، تقدر تحصل على المعلومه في ساعتها. معاك الموديل 3 دي، فحتى لو في سيكشن مش موجود تقدر انت تاخد سيكشن وتاخد المعلومه انت عايزها. الجداول موجوده، يعني في اكواد بتحدد كل واحد يحصل على المعلومه ازاي. اقدر مثلا عندي حد مثلا زي الكوست كنترول مثلا ما بيفهمش في موضوع البيم، فانا بعمل له سكادول بقول له بس افتح دوت هتلاقي المعلومه اللي انت عايزها ابديتد يوم بيوم، مش لازم انا ابعتها لك كل يوم. فالموضوع بيفرق كتير جدا في البيم كولابريشن. واقدر اخد في الاخر خالص اوبن بيم هاند اوفر. طيب دلوقتي مثلا تعال نشوف مثلا في موضوع الكلاش ديتكشن، ده المهندس وده البيم كوردينيتور اللي هو بيعمل ابديت على الموديل وبيرفع على اكونس. ده نقدر نقول بلاتفورم ممتاز جدا، بينظم لي العمليات، بعرف مين اللي عمل ابديت، مين اللي عمل تحديث. في كذا فولدر عندي، ورك ان بروجريس، فولدر للشيرد، يعني في فولدر لفريق العمل شغال فيه، وفي فولدر اللي اقدر اشاركه مع الناس اللي شغال معاه في الشركه، وفي فولدر تاني اقدر للناس اللي بره الشركه، وفي فولدر اركايف. ففي محدد صلاحيات معينه من ليه من هنا لهنا، ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل في فيديو اخر. يعني هو بيعمل ابديت، فبيوصل للبيم كوردينيتور بيبدا يشوف ويراجع الموديل ويشوف لو في اي مشاكل خالص، ويبعت للشخص ده يقول له خلي بالك في كلاش عندك كذا كذا، ومين اللي عنده تعديل. يعني ممكن يكون مثلا مهندس معماري ما عندوش حاجه يعدلها، بس
الام بي عنده حاجه يعدلها، فهو بيحدد مين اللي يعدل الحاجه ديت، فهو يعدل واوتوماتيك يروح باعت تاني، تلاقي الموضوع خلص على طول. تمام، ده شغال على سوفت وير نمذجه، وده شغال على سوفت وير الاكتشاف الكلاشيت، ولو اكتشفت حاجه خلاص يعتبر كده انت وصلت لنفس الحل. ده عندي الكونتراكتور، وعندي ديزاين انجينير، هو مثلا عنده اي مشاكل بيبعت يقول له انا عندي مثلا RFI، فاول ما توصل له بتوصل له بتفصيله المكنه بالرقم بتاعها، فسهل ان هو اول ما يدوس عليها يعرف الشركه اللي عملتها والتفصيله بتاعتها، ويقدر يجيب جدول التركيب بتاعها. تمام، مجرد ان هو يعمل كليك على العنصر عرف كل المعلومات اللي هو ممكن يحتاجها. تمام، وفي تكنولوجيا موجوده بحيث ان هو وانت في قلب الموقع بتروح عامل بالموبايل كده، فتعرف مجرد ان انت صورت المكنه او صورت اليافطه اللي موجوده على المكنه اللي هي التفصيله بتاعتها او الكود بتاعها، بتلاقي عندك وصل لك المعلومات كامله اللي خاصه بالمكنه وتركيبها ازاي. فبتروح ده الزرار ده بيبعت المعلومات دي للموديل عند المكتب بتاع الديزاين، فيعرف يتعمل له ابديت على طول. يعني المكنه موجوده بابعاد معينه، بينما اللي وصلت الموقع فيها اختلاف، فيتعمل لها ابديت اوتوماتيك من غير ما حد يدوس، مجرد انها وصلت للموقع والمهندس شافها وعمل كليك على الباركود، يتعمل ابديت في الموديل، فيبقى عندك اخر معلومات موجوده في الموقع. فده هيخلي لي ان لوح الديزاين هي لوح شوب دروينج، هي لوح الاسبلت، مفيش اختلاف كبير بين لوح الاسبلت واللوح اللي احنا بنعملها من خلال الليزر سكان. هنا هيستلم الـ RFI، داس على عرف المعلومة مجرد ان هو عمل كليك على الاوبجكت اللي عنده، فخلاص خد المعلومة ويروح بعتها للكونتراكتور، خلاص كده المشكلة اتحلت، ما بتاخدش وقت خالص، ما بتاخدش ايام. انا بقدر اتحكم في الوقت ازاي من خلال البيم، ان انا يعني اول حاجة المشاكل كلها اتحلت، بتحل اثناء التصميم فما بتاخدش وقت، انما اثناء الموقع لا، ركب وشيل واستنى بقى لما الماسوره دي اعملها وهات سلم واطلع وحل وكسر، وطبعا ده بيهالك كتير، فده بيخسر لي وقت كتير جدا. انما لما تحل على الكمبيوتر وانا عمال احل، وحل المشاكل في البيم اقل بكتير من الوقت اللي بياخده التكنولوجيا الاخرى زي الكاد، لا خلاص بقى الموضوع بقدر اتحكم فيه اكتر، في الوقت بيقل كتير جدا، وببقى عارف الوقت قد ايه بالظبط، بقدر اسيطر على الوقت بتاعي، اقلله، اعرف كل عمليه تاخد قد ايه. موضوع الفابريكيشن مبقاش ياخد وقت خالص، موضوع الحصر مبقاش ياخد وقت خالص، موضوع اكتشاف الاخطاء في كلاشات ما بياخدش وقت خالص، اللي بياخد وقت التعديل في الموديل وبياخد اقل بكتير من الكاد، ففرق كتير جدا معانا جدا في الشغل الحقيقي. يعني مش بنتكلم على حاجه نظري موجوده في الكتب، لا احنا بنتكلم على حاجه بقالنا سنين بنستخدمها. تمام، ومحدش يستغرب من كلمه سنين، انا بقالي تقريبا 10 سنين التكنولوجيا موجوده من 1970، يعني اول واحد اتكلم في التكنولوجيا دي من 1970. ولو حبينا نرجع تاريخيا وبعد كده نكمل البرزنتيشن، هنلاقي ان الفراعنه هم بيبنوا، او المصريين القدماء، بلاش كلمه فراعنه، المصريين القدماء هم بيبنوا الاهرامات، عملوا بيم، عمل موديل نموذج فيه كل المعلومات، كلفهم تقريبا تلت تمن الهرم اللي اتبنى، عملوا هرم صغير كده ومن كام يوم كده كانوا بيهدوا فيه، احنا كنا بنهد فيه، المصريين الحداثة هم اللي بيهدوا فيه. فالهرم دوت كلفهم كتير، بس لان ده مشروع قومي للبلد كلها، فكان لازم يعملوا تجربة. تمام، يعني لما جينا نبني السد العالي ما استخدمناش البيم، بس عملنا سد تاني بحيث نجرب نشوف هل الميه، لان ما ينفعش اي غلط في النموذج في المبنى الحقيقي، لان هيغرق الدلتا كلها. فعملوا حاجه تانية كلفتهم تقريبا تلت ثمن الحاجه ديت، بس كانت الفكره كلها ان هو يتاكد من سلامه المشروع اللي هيعمله. طيب نكمل. الكوست استيميتنج دي من ضمن المشاكل الكبيره جدا في الشغل، وهي ان انا عايز احدد تكلفه المشروع. الواقع العملي في مشاريع كتيره يعني بالتليفون كده، والله انا عندي مشروع، ده الناس اللي هي الوصل قوي، انا عندي مشروع كذا، تاخده بكام؟ باخده بالمليون. طب عشان خاطري خلاص، من مليون الا ربع حاجه زي كده يعني.
انما في الحقيقه في العادي يعني بيبقى فيه مناقصه، فانت عايز تحدد تكلفه، فانت خايف تحدد مبلغ كبير المشروع يضيع منك، وخايف تحدد مبلغ صغير فتلاقي نفسك المشروع مش جايب همه او خسرت فيه. فموضوع تحديد التكلفه ده بيبقى سهل لو المشروع ده انت عملت حاجه زيه قبل كده، يعني لما انا اكون عملت فيلا وطلب مني فيلا تانية سهل ان انا اعملها، خلاص انا عملت الفيلا دي قبل كده، حتى لو في اختلاف في حمام سباحه فسهل ان انا اعمل حاجه في التقريب، سهل ان انا اقعد احصرها مفيش مشكله. انما لما اكون مثلا مشروع ما عملتش قبل كده، يعني مثلا حاجه زي ناخد اي مشروع مثلا برج خليفه او البرج بتاع الرياض او المتحف حديث مثلا زي متحف قطر القومي، الحاجات ديت مشاريع دي ما اتعملتش قبل كده وضخمة مش سهل ان انت تخمنها، فبتقعد تعمل العناصر بتاعتها، فبالكاد فعلا بياخد منك وقت كتير جدا. احنا في بعض المشاريع قعدنا اسابيع مجرد بس بنحصر الحاجة بعد وقت الرسم والنمذجة، لا في وقت للحصر العناصر ديت، ففعلا كان بياخد وقت كتير جدا مننا. لا دلوقتي انت بتركز على الهندسة وان انت تعمل الموديل مظبوط، واوتوماتيك الحصر بيتعمل، يعني ما بتبذلش اي جهد نهائي في الحصر، بتلاقي الجدول جاهز كل ما بترسم حاجه بيتعمل، هو بيبقى موجود في التمبليت وفاضي، كل ما بترسم حيطه بيبدا يقول لك انت عندك كام حيطه، فالموضوع بقى اسهل مما يمكن بالنسبه للكوست استيميتنج. فده بيديني الشجاعه ان انا ادخل المشروع وانا واثق ان تكلفته كذا والربح بتاعها كذا، فبقدر احدد السعر اللي فعلا انا شايف ان هو مناسب للمشروع دوت. الكواليتي مفيش اي مشاكل خالص، والموضوع بيبقى لذيذ جدا في موضوع الكواليتي، لان اولا في تبادل للمعلومات سريع جدا، الكوردينيشن خلصت اثناء التصميم فما فيش مشاكل في الموقع، الريسك مانجمنت قل كتير جدا، الايشيو ريزوليوشن حاجات واضحه، كلاش ديتكشن اتحل، فالموضوع كله بقى خلاص لذيذ، بتحس ان انت مستمتع بالشغل، بقى فيه متعه، ما بقاش فيه المشاكل بتاع كل شويه لا ده فيه كلاش فهضطر ان انا اوقف الشغل شويه، طب انا خلاص اتزنقنا في الوقت فهنيجي على حساب الكواليتي، يعني المشاكل دي خلاص ما بقتش موجوده. كمان بيم ممكن يفيدني في ان انا اقدر بكل سهوله اعمل كذا موديل وابدا اجرب عليه، ممكن مثلا لو غيرت شكل مبنى كده، لو خليته كده، طب لو خليته على شكل هرم، طب لو خليته ابدا اجرب الحاجات دي كلها واشوف اعمل انالايز سواء من الناحيه الحراريه او من الناحيه المناخيه او من ناحيه الانشاء الحاجات هيستحمل قد ايه. ممكن لو انت غيرت شكل المبنى او غيرت اتجاهه تلاقيه بيوفر لك 30% من الطاقه، حاجات زي كده. ممكن مثلا بتعمل مدينه فالهواء جاي من ناحيتها، خلي الشارع في اتجاه الاتجاه الهواء، تمام، فده هيخلي الجو افضل ولا هيخلي المبنى بيفقد طاقه، فببدا اجرب وببدا اشوف الموضوع دوت. الموضوع ده بيفرق كتير جدا جدا في المبنى بعد كده، بوصل لافضل شكل. ممكن مثلا تحتاج ان انت تصمم فيلا فتلاقي الفيلا بعد ما عملتها الراجل متضايق فتعمل فيلا تانية تلاقي الجو بقى افضل، تعمل جو واحد تالتة، فلو انت بتعمل الحقيقة هيكلفك كتير، تمام، لو انت بتعمل مثلا 100 فيلا فكل مرة بتجرب لا هيكلفك كتير جدا، انما لو بتعمله على الكمبيوتر وبتبدأ تجرب فمش هيكلفك حاجة خالص، هو مجرد بس مرتب الراجل الغلبان اللي شغال دوت. بيديني باستخدام التكنولوجيا الحديثة بيبدأ يديني حلول بتوفر لي في التكلفة وفي نفس الوقت بتزود لي في الإنتاجية. لوجيستيك بلان، شورت تيرم بروجرامنج اند لوجيستيك بلان، ببدأ احط خطة وبتبقى خطة دقيقة لان عندي المعلومات الكافية اللي تخليني اقدر انظم واتحكم في المشروع، ببقى عارف الحاجة دي هتخلص امتى وهتتعمل امتى. و لو احنا بنتكلم مثلا على البروفيرا مثلا او الامس بروجكت، ان انا افهم الحاجه دي هتلاقي بتاخد مني وقت كتير جدا، ان انا اقعد احلل المعلومات وحاطط لي بار وببدا اشوف دي هتخلص امتى ودي هتنتهي امتى، ان انا احاول ان انا استوعب الموضوع ده ممكن ياخد مني كذا يوم، اقول له طب سيب لي الورق دوت وسيب لي البرنامج وانا هسرح فيه مع نفسي هياخد مني كتير، انما ممكن تعمل له سيموليشن على برنامج من برامج السيموليشن 4D
تلاقي الموضوع سهل جدا، تلاقي الموضوع ان هو بيظهر قدامك كده كانك بتتفرج على فيديو، يعني تبدا تشوف، فتلاقي مثلا في فتره من فترات ما فيش شغل، في فتره تانية كذا مكان شغال في نفس الوقت، فتبدا تحلل المبنى، تقدر تعرف يوم كذا هوصل لكذا، وتقدر تعمل بعد كده تقول والله تعالى نقارن بقى بين الحاجه الفعليه والحاجه اللي كان مخطط ليها، الاكشوال والبلان، فتبدا تعرف ايه الحاجه الصح وايه الحاجه الغلط. لا احنا متاخرين، ان احنا سابقين الحاجه دي ما بتحصلش، يعني لا اما في ميعادنا لا اما متاخرين. فبيديني قدره ان انا المعلومات بتديني قدره على السيطره على المشروع، وبقدر ان انا ازود التوقع بتاعي او الحاجه، انا متوقع ان الحاجه دي مثلا تخلص امتى، التنبؤ بتاعي هيخلص امتى، ويبقى من متوقع من قبل ما ابدا المشروع شكل المشروع هيبقى عامل ازاي، فيبقى من قبل ما نبدا احنا متخيلين الحاجه تبقى عامله ازاي، وقاعدين مع المالك ونبدا نوريه، فهو لو عنده اي اعتراض يقدر يتكلم من اولها، ما يجيش في اخر المشروع ويعدل. فبيفيدني جدا جدا في ان انا بتنبأ او بتوقع او ببقى عارف كل حاجه تحصل بعد كده. طيب لما نيجي نبص على المقارنه بين البيم والكاد، بنلاقي ان البيم بياخد وقت اطول شويه في بدايه التصميم في الديزاين، بس في وقت الدوكيومنتيشن خلاص انت مش محتاج ان انت تاخد وقت، في وقت الكوردينيشن مش محتاج ان انت تاخد وقت، وفي العملي البيم بيخلص قبل كاد بكتير. لما تيجي تبص الاحصائيه دي انا واخدها من موقع اوتوديسك، بيقول لي في السكيماتيك ديزاين الكاد مثلا بياخد 190 ساعه، في البيم بياخد 90 ساعه، في وفرنا 100 ساعه. ده مشروع حقيقي، ده هم عملوا مشروع حقيقي وشافوا الوقت بيوفر قد ايه. تمام، وطبعا كل ما يكون الفريق اللي معاك خبره في البيم بيكون وقت اقل بكتير، زي كده لما يكون معاك ناس خبره بيكون الوقت اقل بكتير. في انت وفرت 53% من الوقت مجرد ان انت اعتمدت على تكنولوجيا البيم وليس الكاد. ديزاين ديفلوبمنت في الكاد مثلا لما عملوه خد 436 ساعه، في البيم خد 220 ساعه، فوفر لي 216 ساعه، يعني 50%. كونستراكشن دوكيومنتس وفر في الكاد كان 1023، في البيم 815، فوفر 208، وفر 20%. في التشيك اند كوردينيشن 175، في البيم خد 16 ساعه بس، فوفر 157 ساعه، يعني 91% من الوقت، 91% من الوقت. فالتوتال ان الكاد كنا شغالين 1824، في البيم اشتغلنا 1141. طبعا الوقت ده معناه فلوس، يعني فلوس بتدفع للعمال، وفلوس بتدفع للمهندسين، وفلوس بتدفع كهرباء وايجار وحاجات كتير. فالاعتماد على البيم زاد ان هو بيديني فوائد كتير جدا، يعني هو وفر لي وقت وفي نفس الوقت اداني حاجات كتير جدا ما كانش كده هيديها لي، ال 4D وال 5D وال 6D وال 7D وال 8D. خلينا برضو نقول المصطلحات دي معناها ايه. ال 4D معناها بعد الزمن، بحيث ان انا اشوف المبنى وهو بيتبني. تمام، يعني انا قاعد كده ببص الاقي الفيديو اللي بيطلع لي عباره عن الارض بتحفر وبيبدا الاساسات تظهر بيوم معين، يعني مش مجرد بس شكل انيميشن، لا ده بيقول لي مثلا في يوم كذا الاساسات هتصب، في يوم كذا هنبدا نحط الخرسانه، في يوم كذا نبدا نحط العمدان، فببقى عارف التاريخ بالظبط. الفايف دي اللي هي الاستيميتنج، تقدير التكلفه، ومش مجرد تقدير التكلفه وخلاص، ده هو مش بيقول لك انا عندي كام باب الباب بيكلفني 1000 جنيه، لا ده هو بيدخل يقول لي الباب دوت هياخد مثلا 3 ساعات شغل من العامل، فالعامل يومته بكذا، فياخد كذا، في محتاج كام مسمار، ومحتاج كام صامولة، ومحتاج كام قفل مثلا، او محتاج كام ترباس، او محتاج كام، يعني بيجيب لي كل التفاصيل لكل حاجة في المشروع وبيحسبها لي بدقة كبيرة جدا، فبقدر ادخل وانا واثق ان التكلفة تبقى كام. الفيجوال سيموليشن اند اندرستاند اوف بروجرام تشينج، من ضمن حاجات كويسه جدا ان انا بفاهم وببقى عامل سيموليشن وبفاهم تعديلات المشروع وبفاهم المشروع ده وصل لفين، وكل حاجه موجوده في المشروع ببدا انا فاهمها ومسيطر عليها. وما دام عندك المعلومات يبقى انت كده هتقدر تدير المشروع، يعني اهم حاجه في الاداره ان يكون عندك المعلومات اللي انت محتاجها وقت ما تحتاجها، لا زياده اكتر من لازم ولا اقل من لازم.
ريديوس سيفتي ريسك. ايه علاقه البيم بالريسك؟ طيب مبدئيا بمجرد ان انت قللت عدد ساعات الشغل في الموقع، فانت كده قللت المشاكل وقللت احتمال تعرض العمل للخطر. تمام، يعني من ضمن الحاجات السيئه جدا ان في حوادث كتير بتحصل، وبتحصل كتير في اثناء اعاده الشغل، ان انا عملت حاجه غلط فبعيدها وبتاع. لا خلاص، احنا قللنا الوقت اللي بيبذل في ان انا بجرب حاجه وبعمل حاجه وبشيل وبحط، فده اثر في ان عدد الحوادث قل بكتير. الحاجه التانيه، هو في حاجات كتير جدا على فكره، كل نقطه من دول في حاجات كتير جدا، بس احنا بنحاول نختصر وبنركز على نقطه واحده. الحاجه التانيه برضو في موضوع السيفتي ديت، ان انت بتبقى عملت سيموليشن للحاجه، عارف الحاجه دي هتبقى موجوده فين، وممكن تعمل محاكاه. يعني ممكن تقعد واحد كده على الكمبيوتر وتحط له جهاز اوجمانتد رياليتي او فيجوال رياليتي، بحيث ان هو يبقى متخيل حاجه تتعمل ازاي، فبيبقى رايح وواثق منها وعارف هتتعمل ازاي وعارف تركب ازاي. يعني لو حاجه صعبه خلاص موجود الموديل، فتقدر توري له هيعملها ازاي، فبتتعمل افضل بكتير. ممكن ان هو ماشي يبقى معاه الحاجه، فعارف الحاجات هتتحط ازاي من خلال الموبايل او من خلال الايباد. ممكن اعمل محاكاه للمشاكل اللي ممكن تحصل، يعني ممكن امسك دور من الادوار واقول له افترض لي شخص، واعمل شخص موجود اهوت، واقول له امشي لي في المبنى من كل الاتجاهات، فيقعد يمشي ولحد ما يقع، فيقول لي خلي بالك المكان ده المفروض تعمل له صور. فانا كنت شغلت في موقع بكده، وفي كذا شخص وقع في حاجه ومات، الله يرحمهم كلهم جميعا، فالواحد كان زعل. فباستخدام البيم بتبدا تشوف السيموليشن للحاجه، طب خلي بالك ده هنا المكان ده فيه مشكله، اعمل له صور، اعمل له كذا، اعمل كذا، السلم ده فيه مشكله. يعني بيعمل محاكاه ويقدر يقول لي فين المشاكل اللي موجوده عشان اتجنبها. فدي من ضمن الحاجات الكويسه جدا جدا، يعني انقاذ الارواح من اول مره. نقدر نقول فيتس فيرست تايم، ان انت خلاص لما بتنزل الموقع بتقدر تدير المشروع من اول مره، ما بتقدرش تقول ايه لا اعمل كذا، لا لا بعد ما ركبت، لا ده ازاي، ده المفروض الحاجه دي هتتصمم بالطريقه الفلانيه، شيل وركب تاني. يعني شفنا قبل كده في مشروع ان بعد ما صبوا الكاميرات، وكاميرات بتاعت كانت في مستشفى من المستشفيات، بعد ما صب الكاميرات جه يركب الضغطات، فاكتشف ان الضغطات واكله الكاميرات كلها ومش هينفع ينزل من تحتيها، تبقى اوطى من 170، فاضطر ان هو يكسر كاميرات. يعني الفتحه بتاعت التكييف قد الـ قد الـ قد الـ الكاميرا، فخلاص يعتبر كلها ما لهاش لازمه. وده طبعا اعمل حساب كتيره والموقع شغال، فانت بتعمل حسابات ومزنوق، كانت مشكله جامده جدا. فخلاص الموضوع ده من خلال بيم انت تبقى عارف المشاكل كلها وتحلها قبل ما تبدا تشتغل في التنفيذ. موضوع كلاش ديتكشن ده من ضمن الحاجات كتير القويه جدا في موضوع البيم، ان انت بتكتشف المشاكل الموجوده فين، بدون تكتشفتها خلاص هتحلها، تجيب ده يمين تجيب ده شمال، تحرك دوت، تطلع بده سنه وبعد كده تلف بيه تجيبه هنا. ايجاد المشكله يعني تقريبا 50% من حل المشكله. انا قبل كده اشتغلت في مشروع، يعني في كذا مشروع يعني، بس هو كان في كام مشروع عملاق كده، يعني بدون ذكر اسامي، كان مبنى الدار القطرية اللي هو على الكورنيش دوت، ومبنى المتحف، كانت مشاريع ضخمة جدا. فكان من ضمن الحاجات ان انت بتحل مشكلة في مكان وبيأثر على مكان تاني. يعني في الطرقة مثلا انت لقيت دكت خبط مع كيبل تري، فحركت الدكت فأثر على حاجة تانية انت كنت فحصتها وتأكدت انها سليمة. احنا كنا بنعمل ايه في الكاد، كنا بالوهم كده نشوف ايه المكان اللي فيه كذا حاجة جنب بعض، ونبدأ ندرس الارتفاعات وناخد سيكشن. كان ممكن نقطة أو مكان صغير ياخد منك مثلا 5 6 7 ساعات، لأن أنت عايز تدرسه. تمام، من خلال البيم في ثانية اتحلت. كان في برضو في مشروع بدون ذكر أسامي خالص عشان يعني سريت المشروع، كان مستشفى السلام، واحنا شغالين قالوا لنا عايزين نتأكد إن مفيش حاجة أقل من 180 سنتي، يعني مش عايز أي حاجة أقل من 180 سنتي. فلو جينا نعملها بالكاد هتعمل ايه؟ هتعمل سيرش على 180، مفيش، ممكن يكون غير كده ممكن فالموضوع كان هياخد وقت. في ثانيه رحنا مغيرين الفيو رينج في السوفت وير اللي احنا شغالين بيه وبرامج البيم، غيرنا الفيو رينج وقلنا له خلي الفيو رينج من الارضيه لحد 180،
تمام، مش عايز اي حاجه فوق 180. فلقينا اربع نقط بس هم اللي ظهروا قدامنا، فعملنا عليهم سيلكت وبدانا ندرس ازاي نرفع الضغط او نرفع الكيبل تري او نرفع البايب. المشاكل كلها اتحلت في خلال تقريبا ساعه، انما اصلا لو بالطريقه التقليديه كان ممكن ياخد مننا كذا يوم عشان نعرف اماكن المشكله. فالموضوع فعلا 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 عن تجربه، بيقول لك اسال المجرب ولا تسال طبيب، فرق كتير جدا معانا. الريديوس ويست يعني يعني في اغلب الاحصائيات بتقول ان ساعات بيوصل ل 57% وبيكلفنا مليارات كل سنه على مستوى العالم، اللي هو ان انت بتعمل حاجه وبعد كده تكسر، زي ما قلنا موضوع الضغط كان خابط مع الـ مع مع الكاميرا فاضطر نكسر، فكان الموضوع مشكله. موضوع ان انت بتعمل فابريكيشن فبتضطر ان انت تقطع حاجه وتلاقي حاجه ازيد، سواء مثلا في الحديد او في التكييف او في اي حاجه، بتقطع حاجه وفي الاخر بتلاقي حاجه زياده ناقصه، بتلاقي ان انت قطعت مش زي موجود في الموقع. الحاجات دي كانت بتفرق كتير، انما دلوقتي من خلال تكنولوجيا البيم بنعمل شغل مظبوط جاست ان تايم، فالمشروع بيشفي هالك بالقدر اللي موجود هناك. يعني بدل ما كنا في هالك 57% ممكن نقول ايه غصب عننا 2% 3% 4%، فوفرنا مبلغ كبير جدا من تكلفة المشروع. بروكيورمنت بيم، او يعني نقدر نقول ان احنا بنتكلم على موضوع السبلاي تشين، وهو موضوع الموارد. وده الموضوع ده خلينا نوضح المشكله اللي بتحصل من ايه، ان انا ببقى محتاج مثلا الابواب في اليوم الفلاني، يعني انا هخلص شغل الحوايط ومحتاج ان انا اركب الابواب مثلا يوم 20 مايو، فلو جات لي 1 مايو 2 مايو 3 لو جات لي في الايام في الاول قبل الشهر، محتاج ان انا ادور على مخزن كبير واجر مكان اخزن فيه الحاجات، تمام، وده هيكلفني كتير. لو جات لي بعد كده شغل متعطل، يعني لو جه مثلا في الشهر اللي بعديه يبقى انا عندي شهر كده العمال مش قادرين يشتغلوا مش قادرين يكملوا الشغل لان الحاجات دي ناقصه. ما عندي مثلا مكنه المفروض هتيجي، تمام، مكنه جت قبليها فمضطر ان ادور على مخزن، ممكن يكون المخزن اللي عندي كل المشروع بيقول لي مخزن بس ممكن يكون المخزن اتملى، فبحتاج ان انا ادور على مخزن ومكان ادور فيه اخزن فيه الحاجه. طب لو جه بعد كده الشغل متوقف، ما انا محتاج ان انا اوصل الحاجات بتاعتي بالمكنه دي، فالشغل كله متوقف واكيد كل حاجه متراكمه على حاجه تانية، ستارت اند كل العمليات بتتعطل بسبب ان انا مش عارف الوقت هيجي امتى. انما من خلال بيم انا ببقى ما فيش وقت مهدر في موضوع الكلاشات الاسنان الموقع، لا كله اسنان ديزاين، ببقى عارف من خلال المحاكاه او سيموليشن ان الحاجه دي هتيجي يوم كذا، فحددت له اتفق مع المقاول، بص انت هتجيب لي الحاجه يوم كذا، مع السبلاير هات لي الحاجه يوم كذا انا محتاجها يوم كذا، فهو بيظبطها ويبعتها لي. اهم حاجه في الموضوع اداره المشروعات ار او اي او ريتيرن اوف انفستمنت، فبنلاقي فعلا ان العائد بيوصل ل 74% 79%، واكتر واحد بيستفاد اللي هو الاونر، تمام. البيم فايدته اثناء التصميم مع كويس جدا، يعني الناس منبهره باثناء التصميم، بس هو مقارنه بالتنفيذ لا، التنفيذ بيفيد اكتر بكتير، لو ده مره ده 10 مرات. لو احنا بنتكلم عن الاوبريشن لا، في الاوبريشن 200-300 مره، لان انت بتبقى مسيطر على كل حاجه في المشروع، بتبدا تربطه بالتكنولوجيا اللي هي الاداره بتاعت الحاجه، فبتقدر تتحكم في المشروع، تقدر في اي وقت تعرف المشاكل موجوده فين، يجي لك تحذير كده خلي بالك في الغرفه الفلانيه تكييف بايظ، خلي بالك في المكان الفلاني في حاجه محتاجه تصليح، وممكن في بعض الحاجات مجرد ضغط زر تروح مصلحها، يعني اقفلها وافتحها تاني. الراوتر اقفل لما تصل بتي داتا يقول لك اقفل الراوتر وافتحه تاني، فتقفل الراوتر وتفتحه تاني من خلال الموبايل، فتحل مشاكل كتيره جدا وتسيطر على المشروع كله من خلال التكنولوجيا البيم اثناء التشغيل، اللي هي البيم بام بوم، تمام، اللي خلال مرحله الديزاين مرحله البيلد مرحله المانج. مرحله الديزاين لو انت بتوفر $1 بيلدينج انفورميشن موديل، هتلاقي في البيلدينج اسمبلي موديل هتلاقي نفسك بتوفر $20. في مرحله اداره المشروع بيلدينج اوبريشن اوبتمايزيشن موديل هتوفر $60، تمام، واكتر من كده كتير، لان انت بتقدر تسيطر على مشروع وما بتحصلش شكوى من الناس اللي ساكنه معاك في المشروع، تمام، اب تو 30 سيفنينج
cost benefit over 50 years deliverable والاوتبوت ايه المخرجات من البيم، كل اللي انت عايزه، عايز سكاشن ماشي، عايز ديتيل ماشي، عايز بلان ماشي، عايز 3 دي ماشي، اسكادولات ماشي، كل اللي انت عايزه الموديل موجود، تقدر تاخد منه كل اللي انت عايزه. عايز تاخد تعمل له انالايز، تعمل سيموليشن، تعمل، ما مش هقول لا، هو الراجل كويس يعني، ما بيعترضش. ايه اللي حاجات اللي احنا ممكن نخرجها؟ ممكن كل اللي انت عايزه، عايز تعمل تيست، عايز تعمل ديزاين، عايز سوبر فيجن بلان سبيسيفيكيشن. انا مثلا كنت شغال في شركه من الشركات بدون ذكر اسامي يعني يو سي، وكان بيجي لنا مثلا بتاع السيفتي، طب عايزين نصمم اللوحه بتاع السيفتي، كان بيجي لنا بتاع اللوجيستيك، صمموا لنا لوحه اللوجيستيك. ففي ثواني كنت بطلع اللوحه ونروح شايفين ببعض الحاجات كده، المخارج تتجاب منين، السيفتي تتجاب منين، اللوجيستيك بنشوف الاماكن اللي هتحط فيها الحاجات ازاي، ونعمل سيموليشن للحاجات ونتاكد ان الحاجات في اماكنها مظبوطه، ان الكرين هيغطي المنطقه كلها. يعني كل الحاجات دي سهل جدا وممتع ولذيذ. بقدر اشغل الموديل من على البيم، سواء من بي سي، تابلت، سمارت فون، تقدر تاخد منه دي ام اس، تقدر تشغل دريفر سيستم، سايت ريكورد سيستم، المعلومات تقدر تاخدها باي شكل من اللي انت عايزه. عايز صور ماشي، عايز اكسل ماشي، عايز وورد ماشي، بي دي اف ماشي، داتابيس ماشي، كل اللي انت عايزه. هل في دول بيطبق البيم ولا لا؟ لو جينا نبص على الاحصائيه ديت من ام سي جرو هيل كونستراكشن، هنلاقي ان اليو اس كانت بتطبق في 2013 55%، قفزت ل 2015 ل 79%. لو بصينا مثلا لبريطانيا 28% ل 66% من 2013 2015 سنتين. البرازيل كان 24% بقى 79%. مع العلم ان في بعض الدول خلته اجباري، اليو كي اجباري من اول ابريل 2016، فرنسا كان اوله هيبقى في 2016 بس رجعوا قال لك لا خليها بعدين لسه هيعملوه. اليو اس وما قال لك مش هخليه اجباري، بس هو لازم نعمله على اساس انه حق الاجيال القادمه. وفي بعض الولايات في امريكا قالت لك لا، لو انت عايز تسلم حاجه لازم تكون بيم، بعض الولايات وليس امريكا كلها. ده الراجل شغال بالطريقه العاديه، ف التكنولوجيا الحديثة ان هو يكتبها مرة واحدة وتتكرر بقى، دي ميزة ان انت تروح للتكنولوجيا الحديثة. ده استبيان هل الشركة بتاعتك بتستخدم البيم في الشغل بتاعها ولا لأ. اي حد عنده سؤال يعني اتشرف بان انا استقبلها، وان شاء الله احاول اجاوب عليها، ولو انا معرفش اكيد هرد اقول لك انا معرفش، او هسأل حد يكون يعرف. دي كتب انا استعنت بيها اكيد طبعا، البي ام بوك، وده الكود البريطاني البي اس 1292، والبيم تاسك جروب، سكوب اوف سيرفيس اوف انفورميشن مانجمنت. دي من الحاجات اللي افادت الواحد. ألف شكر، ألف شكر للفريق الإعداد المؤتمر ولحضرتك، وشكرا إن أنت استحملتني لغاية دلوقتي، ومعلش طولت عليكم، وجزاكم الله كل خير، وألف شكر. وسعيد جدا جدا بالمشاركة في المؤتمر دوت، وسعيد أكتر بالاستماع لأستاذتي في المؤتمر دوت، وألف شكر لكم كلكم.